اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. بالفعل يا كابتن هاني زي ما حضرتك قلت وزي ما كلنا متفقين، اي حد لعب مع الجمهور بيبقى الوضع مختلف، مفيش شك مفيش شك. ويمكن التقرير قال دوت، واحنا كمان عارفين وحاسين، واحنا حسينا بالكلام ده فعليا في الملعب طبعا اثناء وجودنا مع النادي الاهلي. كمان عايز اقول لك روح الفانيلا الحمراء، انا لسه كنت هسالك يعني ايه روح الفانيلا الحمراء؟ اصل الكلمه دي كلنا عارفينها طبعا، لكن الكلمه دي بتخلي ناس تبقى، الناس بتبقى متضايقه. هتقعدوا بقى تقولوا لنا كل شويه روح الفانيلا الحمراء وروح البتاع، ايه روح الفانيلا دي؟ مش هيحس بيها اسلام غير اللي دخل جوه النادي الاهلي، اوكي، اللي عاش اللحظه جوه النادي الاهلي، لحظات الانكسار قبل الفرح. خلي بالك روح النادي الاهلي دايما بتظهر في الاوقات الصعبه، والاوقات الصعبه ديت على مر العصور، ما بتكلمش على السنه اللي فاتت ولا العشر سنين اللي فاتوا، الروح دي متواجده. وخلي بالك هي بتكون متواجده من اول ما تخش النادي الاهلي. انا دخلت النادي الاهلي عندي 11 سنه بالظبط، بدات اشرب دوت انا عندي 11 سنه، مش الفريق الاول لا بس، يعني حقيقي الكلمه دي حقيقي يعني في شك طبعا طبعا. يعني احنا شفناها الحقيقه في المباراه اللي قبل السابقه في مونتري، ما هو انت بتلعب ناقص 14 لاعب لو تتذكر. صحيح. المباراه اللي من كام يوم دي، من اسبوع ولا حاجه، بتلعب ناقص 14 لاعب وفي النهايه قدرت تكسب. صحيح، هو دوت اللي بتكلم عليه، ودايما بتيجي في الاوقات الصعبه. روح طبعا الفانيلا الحمراء دي متواجده في النادي الاهلي وفي لعيبه النادي الاهلي وجينات جوه لعيبه النادي الاهلي، حتى اللي بيجي من بره النادي الاهلي بتحس انه دخل وشرب الكلام دوت. بنبص لعلي معلول، بتشوف ديانج دلوقتي عامل ازاي، من السابقين من الاجيال السابقه. صحيح. يعني والحق يقال في هذا الامر ان الكابتن هاني انا حضرته شويه في يعني لمست كده مع المنتخب الوطني. صحيح. الله يرحمه كابتن جوهري، تصفيات كاس عالم تذكر مباراه 5-2 مباراه الجزائر، معسكر في اسماعيليه. صحيح. يعني الناس دي الجيل ده تتعلم منه حاجات كتيره جدا وحاجات محترمه. كابتن هاني وكل الاسماء الكبيره اللي كانت موجوده في ذلك الوقت كلهم الحقيقه الواحد اتعلم منهم من الروح والحماس وكل حاجه، خصوصا اللي كان بيلعب في النادي الاهلي في ذلك الوقت. صحيح. كلهم الحقيقه كان ليهم يعني دماغ، تحس ان دماغ مختلفه. صحيح. وامر مختلف، وبالتالي روح الفانيلا الحمراء بالفعل هي اللي بتخلينا دايما نروح او نكسب مباراه زي منتخب. خليني بس اتكلم في الحاضر، ان احنا نكسب مباراه زي مونتري الحقيقه في وقت انت تفتقد 14 لاعب، وكل صحف المكسيك في ذلك في الوقت ده تحديدا كانت بتتكلم يا كابتن هاني ان احنا هنكسب كام، يعني المكسيك هيكسبه مونتري هيكسب الاهلي كام. صحيح، والكلام ده مش كمان على يعني بالميراس، كمان هو كان الفرق مستنيه حتى انها تلعب الفريق المكسيكي، لكن زي ما انت بتقول احنا كمان على مستوى الجماهير كنا قلقانين، لكن زي ما بقول لك في الاوقات طبعاً الصعبه دايما بتبقى النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء. ان شاء الله حتى اصل الناس بتتكلم بترد عليك ولا روح الفانيلا الحمراء دي بس وانت كسبان، لا روح الفانيلا الحمراء موجوده طول الوقت، حتى اما النادي الاهلي بتحس وكل الناس بتحس، مشجع النادي الاهلي وغير مشجع النادي الاهلي، لما نهايه المباراه والاهلي متاخر اخر خمس دقائق حتى بيقول لك لا الاهلي هيرجع في اي وقت، ودوت ده يعني مش متواجد في فرق كتير، لان زي ما بقول لك اسلام شربناه واحنا صغيرين، وبالتالي كل من ينتمي للنادي الاهلي عنده هذه الروح، اذا كان حتى مجلس الاداره، اذا كان اللعيبه، اذا كان الاداريين، غرف يعني حتى عمال غرف اللبس عندهم هذه الروح وعندهم هذه الثقه. ان شاء الله ثقتنا في فرقتنا كمان بكره اسلام كبيره جدا جدا، رغم طبعا المباراه صعبه ما فيش شك، لكن كمان ان شاء الله باذن الله يكون البرونزيه الثالثه ان شاء الله.